بهذه الحديقة في جامعة بمنطقة وادي ريغ يتم إحياء أغلب السهرات التي تبرمجها مختلف الهيئات، وتجري أغلب الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز الموروث الثقافي للمنطقة. يعني هذا اليوم هو يوم مبارك، رجعونا لذكريات أيام زمان. ما يخفاش عليكم أنه التراث يعني شيء لابد منه، وكلكم تعرفوا منطقة وادي ريغ هي منطقة زاخرة بالتراث في مجال المديح، في مجال يعني عدة مجالات من الفنون الشعبية. سكان المنطقة استبشروا خيرا بهذه المبادرة باعتبارها المتنفس الوحيد للعائلات ومكسبا لتسلية الأطفال. هذه المبادرات الخاصة بأماكن الراحة العائلية نحن في أمس الحاجة إليها. هذه المولود الأول في هذه المدينة، مدينة الجامعة، في هذه المنطقة بأكملها. احنا نبركوه ونتمنى له ان شاء الله الاستمرار والتنويع نحو توفير يعني مناخ للطفولة وللعائلة، مناخ تربوي، مناخ ترفيهي وتسلية. بهذه المناسبة يعني كل سكان المنطقة استبشروا خير بهذا يعني بهذا المشروع. رانا ان شاء الله احنا ماشيين كمجلس بلدي في هذا الإطار باش نزيدوا نوسعوا هذه الفكرة ونعطوها لها حجمها، لأنه شريحة كبيرة راهي كانت فاقدة معناها أهمية مثل هذه الموضوعات. الفعاليات التي تقام هنا من شأنها كسر الروتين بالنسبة للعائلات بالاستمتاع بسهرات فنية وسط أجواء عائلية متميزة.